نفسي الدكتور سامي عاشور، مواطن من بني كرثوم. بني كرثوم من الأشياء اللي تنقصها، نحكي على الأشياء اللي تنقصها شوية، تنوير الكهرباء، هذا معناها فب تعهدات من الصرد ومن المعتمد اللي فات كانوا يعملوا لنا أعمدة معناها كهربائية يزيدونا في الضوء. عندنا الكيس هذا عندنا يعني فيه مشكلة، خاطر عهد شركة قالوا له باش تاخذوا بعين الاعتبار، وفما مشروع تابع للمخطط نتاع الدولة باش يعملوا الأسفلت بالنسبة لمدينة قرية بني كرثوم. بالجانب الصحي عندنا تدخلات مع الجمعية الموجودة باش نحسنوا المرافق الموجودة في المساحة، بالنسبة للطبيب باش يقرا راحته، بالنسبة للمواطنين باش يوصلهم الأدوية في وقتها. عندنا زاد تدخلات في صلب الجمعية اللي موجودة، ترشيد الناس وحثهم باش يتلاقوا بالمدرسة بالنسبة لتبييضها، وإن شاء الله الحمد لله أهل الخير موجودين. بالنسبة للمسجد زاد فما أصحاب الخير موجودين في بني كرثوم، وتعهدوا باش يغلفوها ويعملوا لها. فما شوية مشاكل في بالنسبة للضغط، هو داخل في مشروع تابع للمعتمدية في باش يوصلوا الضوء، وهذا تم على قبل موجود بنسبة 75%. إن شاء الله توا يسمى كمل. عندنا مشكلة أخرى بالنسبة للحي الجديد، هو بالنسبة للزيقوم تاعهم المصبات تاعهم ما تنجمش تمشي في المصبات الموجودة معناها سابقا، ولهذا يلزمهم يقولهم حل. اتصلتوا بالجهات المختصة؟ اتصلنا بالجهات المختصة، ولكن بين الجهات المختصة يلزم الربط مع الخط الاخر، معناها فهمتني، يلزم تدخل هندسي ويلزم دراسة مشروع باش يرجعوه، خاطر هو جا النيفو نتاعو معناها اوطى من النيفو نتاع المجاري الموجودة. هذا فيما يخص النقائص، التنوير، تكيس الكياس وكل شيء، معناها مدخل القرية. فهمتني، عندنا مشكلة أخرى ولو قالي معناها سابقة لأوانها، هو الرون بوان هذايا نورمالمون فيه تعديل الغاز، فما مشكلة مع جماعة ستيك. فهمتني، وعندنا مشكلة أساسية مع مدينة مساك اللي هي فيما يخص البلاكة متاع بني كرثوم، إلا واحد ما حتى أحد ممكن ما يحدث لكم عليها. البلاكة متاع بني كرثوم كانت قبل البونات، بعد حولوها للمفرق هذاك، وبعد تو قريب تولي في الرون بوان، معناها الرون بوان والأرض الموجودة هذيك مش تولي ممكن يوم من الأيام تابعة المثال الهندسي متاع بلدية مساك، وهذا مشكل قائم الذات. فهمتني، قائم الذات، وأنا فما برشا مواطنين يتشكوا منه، معناها كان نوصلوا اليوم من الأيام البلاكة متاع بني كرثوم نقاوها في الرون بوان هذا، تولي مشكلة، ومشكلة على صعيد معناها كبير ياسر. احنا وخيان وجيران وتوا البني يوصل لبعضه، ولكن معناها ماذا بينا المسألة هذه ناخذوها بعين الاعتبار، واني معناها تعهدت مع بعض المواطنين باش نلقاو حل مع بلدية مساكين بخصوص معناها حدود بني كرثوم. وعندنا تعاون مع الشيخ والعمدة بتاع تلست معاه، كان هو حاجته حاجة ولا ناقصته حاجة، وأنا عندنا توافق كبير مع العمدة الموجود، والأهالي كلهم مبسطين منه، ما فيش حتى أي مشكلة من تمثيليته هو في لمدينة اللي قرية بني كرثوم. هذا ما لدي، ولكم الشكر على حسن الاستماع. كان تشوفوه محفر شوية، نجيو نقولوا شبهك، يقولوا تلقى ما خير منه محسوب، انت تجينا باكون شهر مره في العام، عنده 3 سنين ديما هكا الحال، ديما هكا الحال.
ديما هكا الحال توش بقى خاطر في اوروبا انا بالخارج ما يمكن الكراب تقعد بالعشر سنين غادي ما يجرالش شيء. تجي هنا باشر تروح بالكراب ميتة متسيرات ومركازي من واحد سابع روح الفضيلة سابع. عندنا كاميون لا هنا في البلاد موجود موجود كاميون موجود عندنا عندنا مستوصف. السلام عليكم ونتشرف براديو مساكن ومساكن البرجين حاجة واحدة وبالنسبة لنا احنا عنا قياس الكل كل حتى شيء ما هو كامل لا فما قياسات كاملة لا فما مستوصف كامل بلاد ممكن الفرماسي من ضرورات الحياة ما فماش فرماسي بالكل باكو دواء بل خسرة فرانك يمشي يضرب عليه المساكن ويجي يضيع على هركان باش يضرب 5000 باش باكو دواء خسرة فرانك الضوء زاد مش موجود ناقص يشعل كان بالوقت لا لا محمد رسول الله السرقات ندخل سرقات سرقات موجودة بارتو أربعة في النهار دي موجود سرقات ناقص شفام وشماش وحتى برجولية وحتى شيء ما هو متوفر نشوف أغلبية الشباب يكون قاعد في القهاوي حتى شيء في البرجين ما هو متوفر حتى شيء ما نعرفش شنو بالاخص سيتوها الفرماسيه ما ضروره الحياه حاجه ضروره الحياه انه مش فرماسيه بالعاده بالنسبه للبرجين الكل اغلبيه فرماسيه سيتو فرماسيه بالاخص فرماسيه ابوك الكياسات لوناس كياسات لوناس كل شيء بشويه بشويه ما نخليهم مراحل بشويه بشويه كياسات لوناس مدارس ليقات كل شيء تحسن بري تحسن تحسن شنو ولكن الضروريه الوحيده هي فرماسيه الانسان يمرض في الليل شنو يعمل يعني مثلا عندي زاوية كما تقولوا حانوت يجوني بالخمسة الاف واحد يلوج على حربوشي تصور انت بلاد وفي القرن 21 وتطور وتصور وهلمانات وما فماش فرماسي اول حاجة الضرورات الوحيدة هي تطور بالنسبة للبرجين هي فرماسي الامن والبنى التحتية والكل ذاك يتحسن برور الوقت ما ضغطوش فرماسي انه واحد انسان يمرض ما نعرفش شو يعمل في الليل بالنهار وخويا مرحبا المشاكل القوية في الضعيف والوليتية هي تقوم الصرف فهمتني واش مش نقول لك يعني شنو حاجة الناقصة كياسات ناقصة كياسات القهاوي موجودة من عند ربي ناقصين فرماسي فرماسي ما عندناش فرماسي سكرها الفرماسي مشات على علاش ما اللي كان كاريها الفرماسي يعني ما ساعدوش البقعة وما ساعدوش الحظ يعني حب يتحول احنا نلوجوا تو على فرماسي تو عندها تقريبا 10 سنين مسكره هوني في اطراف فتره في الكياس وهي مسكره الفرماسي واحنا ما عندناش فرماسي وقاعدين هجاج بلا رجل المستوصف هذايا والله ما نعرف واني ما انا المستوصف هذايا هو بتاع البرجي المستوصف دمات والله ما انا عندي ما عندي خبر الصرف الصحي باهي والحمد لله وخي ما تلزنيش على الكذب يعني باش نقول لك يعني ان نوعدك اللي ثم نعرف حاجه اللي نعرفه قلت لك عليه وحدثتك عليه. من أهم المشاغل في بربيع عنا في بني ولا هي مسألة الطرقات عن الطرقات في بني ربيعة مهرية بشكل معناها واضح حتى الأخيين اللي عندهم الكراهب وكل شيء وخاصة النخل الريفي وكل شيء قاعدين يشتكيوا من الحكاية هذه بشكل كبير وبالنسبة زادة لحكاية أخرى حكاية الفضلات في بني ربيعة فضلات قاعدة في بني ولا موجودة في كل بلاصة رغم المجهودات اللي قاعدة تقوم بها
المجلس القروي لهنا، لكن الشيء أقوى منهم، خاصة أنه مجرد أنه تنقبلنا عجلة مثلا في وسيلة النقل متاع الفضلات نقعدوا حتى بالشهر وبالشهرين باش نعالجوها. هذه زادت تمثل رغم البساطة متاعها تمثل مشكلة كبيرة، ونتصور حكاية كيف هكا وحكاية كيف هكا أكبر حاجة ليها والصرف الصحي زاد فيه مشكلة خاصة وقت تصب الأمطار، طهات الأمطار بكميات غزيرة، ساعتها نشوفوا النقائص متاع الصرف الصحي رغم اللي هي موجودة، وهذا راجع للاتساع أو للتجهيزات المعتمدة في الصرف الصحي تكون بشكل أكل يبدأ صغار شوية وكل شيء. الحوايج هذه نشوفها كونش وقت تصب الامطار الحقيقه، اما في الايام العاديه نورمال فما حتى شيء. زاد من اهم الاولويات بالنسبه لبني ربيعه، ولو انه ما نحبوش نطلبها وحدنا بان نقعدوا احنا ديما قريه، نطلبها على الاقل احنا وجيراننا مثل البرجين. ماذا بينا في بني ولا لو كان تكون هذه منطقة بلدية، نتصور بتكوين بلدية بين بربيع وبرجين تتحل برشا مشاكل وتتنحى ثقل كبير على بلدية مساكن في أبسط الحوايج، حتى في مضمون توبة الواحد مش يمشي خارج في مضمون ومش يعمل أي أوراق في مساكن وقت يبدأ قاري ويبدأ عنده علاش يمشي وعنده علاش يجي، ما تنش مشكلة ذي. المشكلة هنا يلقاها المواطن البسيط الأمي المشتري اللي بالحق يبدأ عنده مشكلة في التنقل للمركز المعتمدين دي بقى صحيا في عندنا المصحة في بني ربيعة قاعدة تخدم برك الله فيهم بذل المجهود، ما نتصورش عنا مشكلة كبيرة في الحكاية ذي. زاد التجهيزات في المصحة اللي نعرفه هاني أنه تجهيزات محترمة والإطار الموجود فيها إطار محترم قاعد يخدم على روحه. الأمور باهية. لا بالنسبة للفارماسي بارك الله فيك فكرتني من أهم الأولويات زادة بالنسبة للبني ربيعة البرجين، ما عندناش فارماسي وهذه مشكلة كبيرة. كانت عندنا فارماسي ينحيوا لنا الفارماسي بمجرد أنه البعث المشروع هذا قال أني ما عادش حاب نخدم لهنا هيك نحات الفارماسي، وقاعدة ما يقارب هذه 12,000 ساكن لهناك، راح نقولوا قرية الحقيقة لكن 12,000 ساكن ما نتصوروش كانت تكون قرية، على خاطر الموجودة مناطق في تونس حتى في المناطق الداخلية يبدأ عندهم فارماسي وهم في 2000 و 3000 بينما بني ربيع والبرجين معناها يوصلوا فوقوا 12,000 في الحق بالمواطنين الموجود في الخارج ما تمش فارماسي لا متاع نهار لا متاع ليل، معناها مشاكل كبيرة برشا بالنسبة للفارماسي. بالنسبة للمدرسة، المدرسة هاكم انتم ديجا موجودين في الموقع، الحمد لله تم ديجا عطونا 4 أقسام وما زالوا 3 أقسام أخرين إن شاء الله في الزونة هذه. الإطار في المدرسة زاد قاعد يخدم بمجهود بارك الله فيه، أستاذ الرياضة زاد قاعد يخدم ما نحكي لكمش كيفاش، والحمد لله معناها فهمتني ولا كيف ما قلنا الناس لهنا هكا زواولة الأغلب ما همش أمازوا ولا معناها فهمتني ولا، والحمد لله ناس منطقة فلاحية وإن شاء الله بروشين مو مش تكون صناعية حسب ما قاعدين نشوف وش قاعد يصير تو، والحمد لله معناها من بني ربيع ناقصين أخذ الطرق يعني طرقات محفر كلها، عندك التجهيز تطهير زاد ناقصين برشا خاصة الحي الجديد هذا الحي بني ربيع حي الشرقي فهمتها اي حي الشرقي فهمتها، هو عن التنوير ناقصين شويه تنوير لما حال موجود التنوير لما كان ناقصين شويه وينحيونك الصفوف تو وقت صيف وقت عقارب وقت حنوشه وقت كل شيء فهمت، ولو ساق زاد لك نتاع البلديه يعملون على الاقل حمله نظافه والله ايش باش نقول لك يخدموا من الصباح من 6 حتى ال 11 كل يوم يومين الا يوم الاثنين يرتاحوا الراحه نتاعهم، وعندنا زاد استاد تاع الكوره ناقصين شويه هكا يعملوا شويه على الاقل السور ويلحقوا لك الصفوف داير بيه برشا
ثم زادك القرافي القليل حتى كيف تتيح الجواري تجرحه والقادة ناقصين الثنيات ناقصين السبادريات ناقصين البر في تنظام بها اما احنا ناقصين ما عناش التفير ما فيها هذا شيء يعني قرية معزولة رغم اللي هي ما تتابع ما تبيد مساكن ما صار عندك ما عمل ياجور ما عمل ياجور هذاك مش اللي مش تقريبا كنا 10 أشهر اللي قاعد يستنفق بدل الريحة والدخان وراغل كبيرة حصيلة كانت تعمل مزية يا مسكروه يا محاولوه بغادي وانا عنده التران كبير انك محاولوا للكوان مغادي شرطي ماذا بينا بربي كان تنجموا خمني تساعدونا فطريق فطريق هذا مش كبيرة بالنسبة للنقل و احنا نستعمل فيه برشة طريق معنا ومشاكله كبيرة تو الطريق عنده ما يقارب تو كي محسوب من عاد فرنسا يمكن ما جدوش معناها ما جاوش صلحوه بكل فمي وتنجموا تتفضلوا تصوروه انتم وتشوفوه كان متراوس معنا فمي واحنا عندنا كرهب تو كرهب اقل كرهب تعمل تقريبا يجي 60 مليون 60 مليون كرهب تعدى على الطريق كيما ضايب انا كان تعمل زيت تنجموا تشوفوه تصوروه الطريق تو تشوفوه حاله فمي يعني واحد من الناس كرهب تو عمرها عامين ما يدخلش عليها تو كي تقول عمرها فوق 10 سنين فمي وماذا بكم كانت تعملوا زيت وصل لا في الدخلة متاع بربية ما صلحوش بالكل جاءوا جماعة وزارة التجهيز هذوكم اللي بالكاميون حطوا يظهر لي كعبتين قريفاي فهمني ما فهم حتى شيء زاد فهمني وتعداوا على ما فهم حتى شيء لا كياسات مريقلة لا مين مريقلة الناس كلها زيقوات متاع زيقوات لهنا ما عاملينهم هذوما بالحرام كل يوم وهو اللوطة راخ الكياس لا ثم واحد معناها مريق لكل شيء الفارماسي ما عندناش فارماسي تمشي لهني للسبيطار بالكشه والنشه ناقصين كل شيء يا رسول الله ناقصين ما ثماش كل قاعد متلاهي بينا وما ثماش كل قاعد يراقب فينا حتى واحد اللي يراقب لا العمد ياسر عليه العمد قداش مش تلاهى بالعباد شيل من كان العمد الجديد القديم زاد بارك الله فيه جري جري وسلم ولا عمد جديد اخر زاد هو قاعد يرقل بالتشيشه بالتشيشه وربي يهديهم خلي يجيونا يطلعوا على البلاد هذيا أيوة السلام عليكم ورحمة الله من قرية بني ربيعة الأخ أزدين بن عزيزة والله يا البلاد هذه أول مرة نشوف التلفزة أو الإذاعة جاتنا لبني ربيعة ولكن إحنا البلاد هذه اللي شفنا منها عنا متوظفين اللي هما أساتذة وكل شيء متلوحين عمال قاعدة طرق محفورة زيقوات كيف كيف نقصين من كل أي حاجة ولكن والحمد لله لليوم جاتنا هاي الإذاعة وجاتنا البربيعة بتسجلنا ونشكركم الكل وإن شاء الله تكونوا عند حسب الظن تجدوا تزورونا مرة ثانية والسلام عليكم ورحمة الله.